السلام عليكم اخواني اخواتي لاباس عليكم صحتكم لاباس معز عليكم الله يفتح لكم بيبان الرزق والله يسخر لكم والله يسهل عليكم يا رب العالمين آه قبل ما نبداو لا ديالنا كما تعودنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اليوم عندنا واحد لابارتمون ها كما كتشوفوا فيها خمسين متر كاري فيها صالون جوج بيوت وحمام وكوزينه هذه هي الدخله ديال لابارتمون ديالنا هذا هو الصالون لابارتمون ديالنا جات في الدوزيام ايطاج مشمشه مهويه النهار كامل وهي مشمشه وبزاف منكم كنتو طلبتوني على لي زابارتمون في هاد البلاصه هادي لابارتمون ديالنا قريبه للبحر كان كنظن انكم عرفتوا علاش كنهضر أه كنهضر على البروجي ديال سابل دور اللي جا في هواره قريبه اللي... الغابة الدبلوماسية قريب لك المستشفى الجامعي الناس اللي بلي كيقلبوا على المستشفى الجامعي يعني هذا صراحة عصفورين بحاجة واحدة قريب لك البحر هذه يطلع, يطلع لها ديالو كيطلع على هذه الجريطة هذه قريب لك البحر وقريب لك المستشفى الجامعي خصوصا بالنسبة للناس اللي يلا رجعوا خدامين في المستشفى الجامعي وعندهم الترونسبور ديالهم أولا عندهم طونوبيل ديالهم صراحة هذه البلاصة هنايا كالم وقريب المستشفى الجامعي ما كملش 10 دقائق ديال ديال الطريق بالطوموبيل ما كملش وعلى الدخله كما كتشوفوا عندنا هذا لوه هنايا يمكن لك تحط فيه البلاكار ديال الصبابط كما يمكن لك دير فيه واحد الفوتوي كما يمكن لك دير فيه واحد اون طابلا مونجي خصوصا انه جا مقابل مع الكوزينه حيت الكوزينه جات مقابله مع الدخله ديال باب الدار كما غادي تشوفوا معانا يعني صراحه كل واحد شنو كيفضل يدير هذه هذا هو باب الكوزينه هنا لي اونفاس معنا هنا غادي ندوزو الغرفه الاولى السيده دايرها بيت الجلاس اولا سيجور هانتوما كما كتشوفوا هذا لابارتمون راه لي للبيع لابارتمون للبيع خصوصا بالنسبه للناس ديال على برا اللي كيقلبوا على شي حاجه قايبه ليهم من البحر انا كنقولها لكم كنقول لكم والله الا شوفوها بحال هاد لي زابارتمون بحال هادو نتوما ما غاتجيوش العام كله بعض المرات كتجيو غير جوج جمع... كتجيو جوج جمع... مرات في العام بعض المرات كتجيو مره في العامين يعني ما كاينلاش ضيعوا فلوسكم وتعطيو النوار وتضيعوا فلوسكم في الاخر تخليوها مشدوده هاد لي هادي ديال صابلدوق قايبه لك البحر تمشي لي على رجلك سيكوريزي فيها السيكوريتي فيها كل شيء راه تما كاين البقاق كاين كل شيء وكيما وكي كنعرف انا لا ديالكم كلكم تبارك الله بسم الله ما شاء الله نازل على بابا كلكم موتوريزي يعني ميم با عشرة دقا ميم با ان كاردو غتلقى راسك في وسط طنجة ايوا عندك نبقا نقول نشكر ليكم في هاد لي بروجي تاهوما يزيدو يغلاو الثمن ايوا هادشي لي كنخاف منو انايا والمهم بالنسبه للثمن ديال لابارتمون ديالنا هذه الثمن راه معقول صراحه والثمن راه زوين هذه الاطلاله ديالتها تطلع على الجرده ها ما كما معانا صراحه بالنسبه لواحد بغى ابارتمون في المغرب كيعيش كي على برا اولا الناس ديال كازا الناس ديال الرباط الناس ديال فاس باغيين شي في طنجه صراحه هذه هي عن الاغلبيه لا فيكم موتوريز يعني ما عندوش الخدمه في طنجة باش نقولوا لا باغا تجي شوية بعيدة كل نهار يدي بلاصة لطنجة ويجي ويمشي صراحة اللي اللي بغا شي دويرة في طنجة يمشي لهاد الجهة ديال صابل دوغ قرابين اللبحة فيهم جميع الامتيازات كاملة هنا كيما كتشوفوا معنا هنا الكوزينة الكوزينة جات ما بين السيجور والصالون هي هذه هادو غا في اللوالة جاو في ديال صابل دوغ اللوالة هانتوما كيما كتشوفو معانا كيما قال خلات السيدة قاتلي راه شم, شم نهار كامل راه كطل نفس الإطلالة عند الصالون وعند الكوزينة وعند السيجور عندهم نفس الإطلالة غتسولوني الدوزيام ايطاج غتسولوني واش كاين لاسانسور غنقول لكم لا هادو ما فيهمش لاسانسور لا وشنو اخر غتسولوني غير حاجه وحده الله يجزيكم بالخير راني يعني كنعطيكم المعلومات كامله شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وبغيت ناكد على واحد الحاجه وحده اخرى ضروريه ان الاغلبيه فيكم اللي كتعيطوا على الناس كتقولوا لهم عافاك واش ما عندكش شي دار وحده اخرى الناس اللي كنزل لكم ارقام التليفونات هما ماشي مصريه راه كل واحد كينزل لابارتمون ديالو حيت بزاف د الناس كيتشكاو ليا كيقول من غير كيعيطوا عنا فوق ال 11 ديال الليل 12 الليل واخا كتعيط توصيهم كيبداو وعافاك عندك شي حاجه اخرى وعافاك عندك شي حاجه اخرى راه هادو مالين الدار مالين الدار الله يجزيكم بالخير راه مول الدار اللي كينزل الرقم التليفون ديالو ماشي سمسار راه فيها لي بلاكار الفوق وفيها لي بلي بلاكار لتحت نورمالمون هادو كلهم جاو غير بلي بلاكار لتحت ما جاوش بلي بلاكار الفوق مولات الدار زادت لها لي بلاكار الفوق صراحة أنها تأخذ شقة للعطلة مناسبة جدا 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 وهنا هي الغرفة الثانية هانتوما كما كتشوفوا معايا هذه فيها البالكون فيها الإطلالة البالكون غير كما قالت لي السيدة يا ما ساكنش فيها ديما قالت لي أنا مخلية في داك مهم نقدر نسميوها ديباغا نقدر نسميوها المهم حاطه فيها شي حاجة ديالها كيما يمكن الواحد يدير فيها الطيفاسه آه صغيره يدير فيها البالكون يدير يدي فيه جوج كريسه جوج كريسيات ويحط بلا صغيره ويشرب القهوه ديالو انفاس مع اطلاله رائعه انتما كيما غادي تشوفوا معايا دابا ماشي اطلاله رائعه المهم انا كنقول لك ني تحيد داك الشيء حيت حيت عطاهم الله حباب الله اللي غتجي وتكتب لك في التعاليق اش من اطلاله رائعه ولكن ملي كيكون كي كريسي تما وكتكون الكليسه معوطه و ومتيوله راه اكيد غتكون اطلاله رائعه هنا البلاصه فين دير عندك في البلاصه فين دير فين دير كما كنقولوا حنايا البلاكا دابا هنا بقى لنا نشوفوا الحمام اعزكم الله حتى الحمام صراحه ديالو متسع حتى هاد البيت هذا راه كبير كما كتشوفوا انا كما كنقول لكم انا نفضل تاخذوا هاد لابارتمون بهذا الثمن هذا المناسب او ليو ما تشيو ابارتمون فيها 50 متر في وسط طنجه وتعطيو فيها 10 د المليون د ولا 15 مليون المليون د هذا هو الحمام كما كتشوفوا معنا آه كل شيء كيساين الثمن الثمن مولاتها كتطلب فيها 28 مليون 28 مليون صراحه 22 مليون بالنسبه لها لهادي بالنسبه اللي بغاها لي فاكونس راه ثمن مناسب بالنسبه للناس اللي باغيين غير ابارتمون يجي يقضوا فيها العطله في الصيف راه ثمن جد 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 مناسب انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم عندكم ابارتمون عندكم دار عندكم ارض عندكم اي حاجه هذه قناتكم مرحبا والف مرحبا كنخلي رقم التليفون ديالي في صندوق الوصف كتسولوني شنو هو صندوق الوصف في العنوان كتلقاو العنوان وكتلقاو رقم التليفون ديال صاحب الشقه اولا صاحبه الشقه وكتلقاو تحت منه واحد العلم مكتوبه فيها بلس هذيك بلس عليها غتلقاو اول حاجه رقم الواتساب ديالي للبيع ورقم الواتساب ديالي للاستشاره غير الله يرضي عليكم ما تخلطوش هذا مع هذا الله يجزيكم بالخير شكرا لكم ما تنساوناش باللايك وبالبارطاج والى فيديو مقبل ان شاء الله على قناتي وقناتكم عالم اميسك المتنوعه السلام عليكم